اعتيادي احنا اكو احصائيه تتغير من شهر لشهر، لكن احنا ما قورنت بالعام الماضي اكو انخفاض 25% للحوادث. هذا يدل على انه هناك عمل جاد ومتميز من قبل ضباط ومنتسبي وفرق الدفاع المدني في نشر التوعيه من خلال الاذاعات والمحطات التلفزيونيه وبنشر الرقم 115 للاستجابه السريعه لحوادث. الخطط الاستراتيجيه الموجوده على القريب العاجل راح تطبق في الصيف، اللي هي نشر كافة الفرق الموجودة في الدفاع المدني في المناطق التي يكثر فيها ارتداء العفو تواجد السكان مثل المولات المتنزهات إلى آخره من المشاريع والمنشآت التي تكثر فيها البشر مثل المقاهي المطاعم. هناك تثبيت تطبيق لكافة شروط السلامة في هذه الأماكن، وكذلك هناك وعي مستمر لكافة طبقات المجتمع. أحياء ذكرى الدفاع المدني بصورة رسمية. ثاني شيء وضعنا معرض لرؤية واطلاع المواطنين وبعض الناس على عمل الدفاع المدني. كثير مثل ما تعرفين بعض يجهلون عمل الدفاع المدني، يعتبر الدفاع المدني فقط اطفاء، وانما الدفاع المدني لا، بمعالجة المخلفات الحربية، عندنا متابعة متطلبات السلامة في المشاريع، متابعة متطلبات السلامة في الأبنية المشيدة حديثا، الأبنية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمشاريع الصرفاء، فلا دور فعال في معالجة رفع المخلفات الحربية. لدى مديريتنا فريق CBRN الذي اشترك في جائحة كورونا في تطهير المستشفيات، ولنا فريق المعالجة الذي لحد الآن جاي يرفع المخلفات الحربية ضمن المشاريع التي تقام عليها بنايات ومنشآت جديدة في محافظة البصرة. شكرا جزيلا للصحافة الإعلام بكل تفاصيله بكل توجهاته، سمعي مرئي مقروء، كان إلى الدور بنشر الوعي الوقائي، وكذلك الفرق الجوالة والمفارز الخاصة التي تنشر الوعي الوقائي بمختلف شرائح المجتمع، هذا كلها أدت إلى انخفاض نسبة الحوادث في محافظة البصرة. أيضا هنالك خطة إلى التدريب، تدريب العاملين في قطاع الدفاع المدني، رفع مستواهم المهني والفني، كذلك تدريب منتسبين على أعمال الدفاع المدني. احتفالية اليوم هي طبعا كل سنة جاءت تتجدد إلى علاقة بيوم الدفاع المدني طبعا، وبالتالي احنا دائما نجدد يعني الالتزام والمثابرة خلال يعني خلال العمل، وتعتبر يعني تذكير بما يقدم رجال الدفاع المدني خلال يعني عملهم الدؤوب من مكافحة الحرائق وإنقاذ المصابين في محافظة البصرة. احنا دائما نطالب المواطنين، يعني هي عمل مشترك تضامني وليس فقط يعني من جهة الدفاع المدني، يراقبون منازلهم وأجهزة التحسس والأسلاك الكهربائية والأحمال المضافة، يراقبون يمتلكون كل بيت يمتلك مطفاية حريق، يدرب أولاده وعائلته على الاستخدام، هاي كلها يعني شغلة المطابخ تكون يعني مؤمنة وبصورة جيدة، كلها يساهم بمنع الحريق أو تقليل العواقب يعني على أقل تقدير.